السلام عليكم، حبيبكم فيديو جديد. الفيديو ديالي ان شاء الله غادي نديرو الالوان اللي يمكننا ندخلو مع اللون ديال البلومارين. ان شاء الله اللون اللي غادي يجيو معاه، نبداو اول حاجه دائما هو لون التوب. عندنا بيستاش، عندنا الموف مغلوق، والغوز فوشيا، والموتارت. هادو خمسة ديال الألوان كنا ندخلهم مع بعضياتهم. إذا المجموعة الثانية، دائما عندنا اللون ديال التوب، عندنا برونز محمر، عندنا الموف مغلوق، عندنا شيبي، وعندنا خضر خرشوفي، والقصبي. حتى هادو عاوتاني كيجيو زوينين مع بعضياتهم. عندنا ايضا الزرق مفتوح، والغوز مفتوح، والقهوي مفتوح، واللون ديال التوب. كنا نحيدو اللون التوب الا كان عندنا غير ثلاثه ديال الوان، نخدمو غير بثلاثه هادو. بغينا نزيدو لون اخر، لون رابع، كنخدمو باللون ديال التوب ولا حتى الديكرادي ديالو حتى هو يجي زوين. عندنا الغوز مفتوح، والزرق مفتوح، واللون ديال التوب. حتى هادو بثلاثه عاوتاني كيجيو زوينين. عندنا كذلك الموف مع الجري كيجيو زوينين ايضا. عندنا عاوتاني الصفر، والغوز مفتوح، والزرق مفتوح، واللون ديال التوب. حتى هاد الربعه ايضا عندك ربعه اللوينات، هاد ربعه كيجيو زوينين. ما بغيناش عدد كبير ديال الالوان، كنا نديرو الغوز مغلوق والبرونز. كنا ايضا نزيدو عليهم حتى اللون ديال التوب. كذلك كان عندنا غير جوج الوان، كيمكننا دائما نخدمو باللون التوب ونخدمو بالديكرادي ديالو. انا ما عنديش الديكرادي ديالو دابا، يمكنكم نتوما تاخدو الديكرادي ديال اللون ديال التوب ديالكم تخدمو به. عندكم غير جوج لوان، كذلك تهدي كيجيو دائما زوينين. كاع منين تحيرو وتلفو ما تعرفو ما ديرو، خدمو بلون توب وبالديكرادي ديالو كيجيو زوينين. هادو هما اكثر الالوان اللي كيجيو مع بلومارين. نتمنى ان الفيديو يكون فاتكم، نتمنى انكم تكونوا استفدتم من الفيديو. الا استفدتم ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، تخليو لايك او تعليق، وشكرا لانكم كملتو الفيديو حتى الاخر.